الآن فرصة لا تفوت لهواة التصميم الداخلي في السلطنة. تعلن بيئة عن مسابقة لإطفاء وتعزيز هوية مركز بيئة للإبداع التابع لها، والذي سيحتضن 11 مصمماً من فريق التصميم لديها. يمكنك الآن المشاركة بمفردك أو مع أصدقائك بابتكار أفكار وتصاميم داخلية عبارة عن مواد صديقة للبيئة معادة الاستخدام وتسليمها كتصور بصري. 1000 ريال عماني للمركز الأول، و750 ريالا للمركز الثاني، و550 ريالا للمركز الثالث. يمكن المشاركة بثلاثة تصاميم كحد أقصى، شريطة أن يكون العمل مبتكرا وغير مستخدم مسبقا، وأن يعكس رؤية بيئة، وأن يكون واضح الأبعاد. تسلم الأعمال حسب المواصفات التالية عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 23 أغسطس. بادر بالمشاركة الآن، والاطلاع على كافة تفاصيل المسابقة في الموقع الإلكتروني. ستكون الأعمال الفائزة جزءاً من شركة بيئة الرائدة في مجال خدمات البيئة على مستوى السلطنة. بيئة، نصون عماننا الجميلة.